السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. أهم أخبارنا النهاردة أزمة شيكابالا المسيطرة على الشارع الرياضي، خلاص يعني على مسؤوليتي الخاصة في طريقها للحل أو اتحلت. شيكابالا في الإسماعيلي هيعمل مؤتمر بكرة، هيعتذر وهيوضح وجهة نظره بالنسبة لنادي الزمالك والنادي الإسماعيلي، وأن هو يكن لهم كل احترام، وأصبح الموضوع يعني خلاص منتهي، وهيكون موجود إن شاء الله بإذن الله في النادي الإسماعيلي. ونتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، عليه أن هو برضو يركز في الالتزام ويعود تاني المستوى. الجميع ساعدوا، الجميع مد ايده، مرتضى منصور ومحمد ابو سعود، احمد حسام ميدو، كل الناس الحقيقه وقفوا جنبه، وعليه انه الاستاذ عمرو الجنايني طبعا والاستاذ جمال العدل، يعني كل الناس الحقيقه ساعدته بشكل كبير جدا، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. ده الفتى الاسمر اهو، ان شاء الله باذن الله يعود من جديد لمستواه عن طريق بوابه النادي الاسماعيلي.